السلام عليكم. إسرائيل أطلقت مناورات كبيرة وخطيرة في نفس الوقت، وأطلقت اسم القبضة الساحقة على هذه المناورات، وهي تأتي بشكل واضح لمواجهة إيران وفصائلها المسلحة في منطقة الشرق الأوسط. وطبعا التفاصيل كلها قد نشرت على تايمز أوف إسرائيل في 72 ساعة الماضية، وهذه المناورات هي ستمتد لمدة أسبوعين، وطبعا بإشراف أمريكي بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إيريك كوريلا. ظهر وهو جالسا بجانب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي حليفي، وكذلك كان في اجتماع بحضور أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت بهذه الطريقة التي ترونها. وهذه التدريبات هي ببساطة تعتمد على مسائل مهمة يتدرب عليها الإسرائيليون، فهذا التدريب يأتي ليشمل طبعا الجيش الأساسي والجيش الاحتياطي في نفس الوقت، ولمواجهة العديد من الجبهات في آن واحد. بمعنى آخر، إذا ما جاءت الفصائل المسلحة في سوريا، حزب الله، الفصائل الفلسطينية، أو حتى الفصائل المسلحة الموجودة في العراق لتقوم بهجمات مرة واحدة على إسرائيل، هو بالضبط الأمر الذي يتدربون على مواجهته، بل أيضا لتوجيه ضربات إلى العمق وإلى نقاط استراتيجية الخاصة في جبهات العدو أثناء تعرضهم لهذا الهجوم. وبالتالي هذه التدريبات هي تعتمد على تدريبات برية وجوية وبحرية، وحتى تعتمد على مواجهة الاختراقات لأراضيهم طبعا مباشرة، إن كانت من حزب الله أو غيرها. هم يتدربون على هذه المسألة بشكل مكثف، وطبعا ستعتمد هذه التدريبات أيضا بالنسبة لهم على قدرة التحمل لهذه الأسابيع الطويلة، كم سيتحمل من التعرض من الهجمات، وما هو التقييم الخاص لطبيعة مواجهتهم لمثل هذه التفاصيل. وطبعا قد شهدنا في السابق في الفترة الأخيرة مؤخرا الفصائل الفلسطينية بعض الضربات القادمة من داخل الأراضي اللبنانية جنوب لبنان أو حتى من سوريا تجاه إسرائيل، مثل هذا السيناريو تماما هم يريدون التعود عليه. بل أيضا يجب أن ننتبه بأن هنالك مسألة المفاعلات النووية وضرب المفاعلات النووية، فسبق ورأينا تدريبات مرتبطة بمسألة توجيه ضربة على المفاعلات النووية، وبعد ذلك التدرب على ردة الفعل الخاصة بإيران والفصائل المسلحة الموجودة في المنطقة. وبالتالي هم يتدربون بشكل مكثف على مسألة أن يضربون المفاعل النووي، ويتعرضون إلى مسألة طبعا الهجمات وكيف سيدافعون عن أنفسهم بهذه الطريقة، وكذلك أيضا هي اشتعال فجأة الهجمات ضدهم كيف سيتعاملون معها. وهذه التدريبات التي نتحدث عنها التي شهدناها خلال هذا العام على سبيل المثال تشبه هذه التدريبات هو مثل تدريب جونيبر أوك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بداية هذا العام بهذا الشكل، نضرب المفاعل النووي، بعد ذلك ما الذي سيحدث، ما هي السيناريوهات لنتدرب عليها، هذا هو بالضبط الذي تدربوا عليه هنا. وكذلك أيضا أن إسرائيل في شهر أبريل من هذا العام كانوا أساسا قد شاركوا في تدريبات لوحدهم مع الولايات المتحدة الأمريكية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو تدريبات العلم الأحمر حول وتدربوا حول مسألة طائرات الـ F-35 الشبح وكيف تخترق الأجواء الإيرانية، وأيضا المديات، تزود الوقود وغيرها، الكثير من التفاصيل المرتبطة بسيناريوهات حرب خطيرة وجدية وواقعية. هذا هو الوضع الذي يتدربون عليه. وهذه التدريبات اليوم التي نتحدث عنها والمناورات، مناورات القبضة الساحقة، هي تأتي بعد تصريحات قد صدرت من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بنفسه هيرتسي طبعا هاليفي. هذا الرجل كان في هذا المؤتمر الذي ترونه وهو مؤتمر هيرتسيليا في جامعة رايخمان في تل أبيب، كان قد تحدث بشكل واضح قبل أيام قليلة من بدء هذه التدريبات في 24 من مايو كما تلاحظون، قال بأن هنالك تطورات سلبية للغاية فيما هو مرتبط بالمفاعل النووي، وبأن علينا الاستعداد لمثل هذا السيناريو. لدينا القدرة على ضرب إيران، ولكننا يجب أن نزيد من فاعليتنا وتدريباتنا، وبدأ هذا التدريب الذي نتحدث عنه الآن. وطبعا هذه المسألة بشكل مثير اليوم، ومع إعلان هذه التدريبات ومع وجود إيريك كوريلا، جاءت إسرائيل ريدار لتنقل عن القناة 12 الإسرائيلية، وقالت ببساطة أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية سيقومون بتدريبات لتوجيه ضربة لإيران، عدد من التدريبات سيقومون بها في المستقبل، وهذا يعني أن
أن بعد القبضة الساحقة والمناورات التي نتحدث عنها اليوم هم يخططون للقيام بمثل هذه التدريبات. يوضح بأن الوضع خطر للغاية، لكن لماذا يا ترى هم يقومون بهذه التدريبات المكثفة بهذا الشكل؟ هو بسبب تقاريرا قد صدرت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التخصيب لليورانيوم المستمر والمتصاعد في الداخل الإيراني والذي يجري في داخل مفاعلي نطنز وفوردو، وكذلك بعد تقييم قد صدر أيضا من الإيكونومست قبل التقارير التي صدرت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول قدرات إيران للوصول للقنبلة النووية. وطبعا التقرير الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد بأن إيران الآن ارتفع مخزون اليورانيوم لديها ب23 مرة، أي بما معنى وبمعنى آخر وبشكل أدق هي تحدثت بأن الآن تخصيب اليورانيوم بشكل عام لدى إيران وما هو مخزن لديهم وصل إلى 47,044 كيلوغراما تقريبا، ومما هو مخصب بنسبة 60%، هذه النسبة العالية للغاية، قد وصل إلى 114 كيلوغراما تقريبا، أكثر من 114 كيلوغراما، وهذا طبعا حتى 13 مايو، أي نقصد هنا الشهر الماضي، ومقارنة بشهر فبراير فكان تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% والخزين منه كان يصل إلى ما يقارب 87 كيلوغراما فقط، والمجموع أساسا التوتال ومجموع اليورانيوم المخصب بشكل عام لدى إيران كان عبارة عن ما يقارب الأكثر من 37,000 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب. وبالتالي أنت ترى كيف تضاعفت الأمور، وبأن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع بما يقارب 25% مقارنة بما كان عليه الحال في فبراير. وحتى الإيكونومست كانت قد تحدثت بأن الآن إيران لو اتخذت على سبيل المثال قرارا للوصول للقنبلة النووية كم ستحتاج من الوقت؟ هي قالت إذا إيران بمجرد أن تقرر هذا القرار ففي أول شهر هي قادرة على الوصول على 4 قنابل نووية بسرعة كبيرة للغاية، وبعد ذلك في الشهرين القادمين ستقوم ومن خلال اليورانيوم المخصب بنسبة 5% المتراكم لديها تستطيع الوصول إلى قنبلتين أخرى. بالإضافة إلى ذلك أن إيران ستحتاج إلى ما يقارب السنة أو سنتين لكي تضع هذه القنبلة النووية على الصواريخ البالستية التي تمتلكها، وبالتالي القصة تكتمل. هذا يفسر الكثير لماذا نحن نرى هذه التدريبات بهذا الشكل الذي طبعا نتحدث عنه، وهذا الجدول الزمني الذي ذكرناه الآن هو يتطابق مع ما تحدث عنه هذا الجنرال وهو مارك ميلي رئيس الأركان المشتركة الأمريكية في 29 مارس أمام الكونغرس الأمريكي، وضع نفس الجدول الزمني والترتيب الزمني لوصول إيران لطبيعة عدد القنابل النووية خلال ما يقارب أشهر بسيطة من 4 إلى 6 أشهر، هي قادرة على تحقيق من 6 إلى 7 قنابل نووية. لكن ما هو مثير هنا بالنسبة لإيران فإن إيران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل مكثف وبدأت تحقق نتائج إيجابية وبدأت تقنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قصصها أو في تفسيراتها في حقيقة الأمر لمسألة تخصيب اليورانيوم والتهم الموجهة إليها. فهنالك 3 قضايا أساسا و3 مواقع وجدت فيها جزيئات اليورانيوم في السابق، إيران لم تجب عن هذه المسألة وهي مشكلة كبيرة للغاية، وتحاول الوكالة الدولية الوصول إلى إجابات حولها، منشأة فوردو، منشأة نطنز، وكذلك أن كنا أمام حادثة تخصيب اليورانيوم العالية في نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس بنسبة 83.7%، أيضا فجرت مشكلة كبيرة وكنا على وشك أن نرى ضربة تجاه المفاعلات النووية. الآن التطور الجديد الذي جاء فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت تقريرا قالت بأن إحدى هذه المواقع وهي موقع آبادا تحديدا أو إحدى المواقع القريبة من آبادا الموجودة في داخل إيران والتي وجدت فيها جزيئات اليورانيوم وجدوا بأن إجابات إيران مقنعة وبأن ليس هنالك المزيد من الأسئلة حول هذه القضية، ولذلك يغلق التحقيق في أول قضية اتهمت بها إيران بأنها تخصب سرا اليورانيوم في موقع غير معلن. أيضا اليورانيوم الذي خصبته إيران مؤخرا بنسبة 83.7% الآن جاءت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقول أن التفسيرات الإيرانية مقنعة وإجابة إيران مقنعة وأن إيران لم تتعمد رفع تخصيب اليورانيوم إلى هذه النسبة العالية لا أبدا، وإنما هي كانت عبارة عن تقلبات لليورانيوم وأغلقوا طبعا أو تخصيب تقلبات لتخصيب اليورانيوم وأغلقوا هذا التحقيق. إذن إغلاق لقضيتين كبيرتين هنا، بل إن إيران أيضا
قامت وساعدت ووافقت على تنصيب الكاميرات المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة فوردو، في منشأة نطنز، وكذلك في منشأة أخرى موجودة في أصفهان هي خاصة في صناعة أجهزة الطرد المركزية. لاحظ التعاون الكبير الذي تقدمه إيران من خلال تقرير واحد قد نشر في 24 ساعة الماضية. وقد تبدو هذه أخبار جيدة، نعم، للمنطقة. العودة للاتفاق النووي هو خبر جيد، ولكنها أخبار سيئة لإسرائيل، خاصة وأن بريت ماكغورغ في حقيقة الأمر بحسب موقع أكسيوس مؤخر تحدثت بأنه اتجه إلى عمان وتحدث مع سلطنة عمان وطلب منهم أن يتوسطوا مسألة العودة للاتفاقية النووية مع إيران من أجل العودة لهذا الاتفاق النووي. هذه قصة سيئة بالنسبة لإسرائيل، لأن إسرائيل أساسا تعتبر العودة للاتفاقية النووية هو أمر خطر عليها، وذلك لأنها لا تشمل مسألة الحد من الفصائل المسلحة الموجودة في المنطقة والتي تدعمها طبعا إيران لمواجهة إسرائيل بشكل مباشر. كذلك هي لا تشمل مسألة الصواريخ البالستية وضبط هذه الصواريخ وتطورها وتقدمها، وهو السبب وكانت إحدى الأسباب المهمة التي جعلت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن ينسحب من الاتفاقية النووية. ليس هذا فحسب، بل إن العودة للاتفاقية النووية يعني أن إيران ستتحصل على العملة الصعبة وعلى الأموال المستحقة وستفتح الدولارات عليها، وهذا يعني المزيد من التمويل لهذه الفصائل المسلحة والمزيد من القوة لفصائل إيران في المنطقة لزيادة الضغط على إسرائيل. وخاصة أن هنالك تقريرا مهما قد صدر من الواشنطن بوست اليوم فيما هو مرتبط تحديدا في سوريا، بأن إيران الآن بدأت بعملية تحشيدات كبيرة في سوريا ضد القوات الأمريكية ومن أجل تعزيز تواجدها وتعزيز نفوذها، وهذا ما تحدثت عنه الواشنطن بوست اليوم تحديدا، وقالت بأن إيران تسلح الفصائل المسلحة الموجودة في سوريا تحديدا من أجل استهدافات أكثر فاعلية ضد القوات الأمريكية، وبأن الآن إيران تخطط بحسب هذه الوثائق السرية التي نشرتها الواشنطن بوست باستخدام هذه القنابل الخارقة للدروع والتي قادرة أن تزرع على الطرق وتحقق انفجارات وانفجارات كبيرة وخطيرة للغاية على سيارات الهامر على سبيل المثال أو عربات الجيش الأمريكي، وبالتالي تؤدي إلى مقتل من في داخلها. وهذه تضاف كقوة كبيرة للطائرات المسيرة وإلى الصواريخ الإيرانية التي تستخدمها الفصائل الموجودة في سوريا تحديدا. وخاصة أن هذا التقرير أيضا وضح بأن الهجوم الذي تم بطائرة مسيرة في مارس تحديدا والذي أدى إلى مقتل هذا المتعاقد الأمريكي ألا وهو سكوت دوبس، وهو طبعا أحد المتعاقدين الأمريكيين الذين طبعا قتلوا في مارس، وأدى هذا الأمر إلى اشتعال الضربات بين الفصائل المسلحة الإيرانية وكذلك بين الولايات المتحدة. هذا الرجل بعد مقتله بحسب هذا التقرير أوضح بأن إيران الآن أصبحت متشجعة بشكل أكبر لقتل المزيد من الأمريكيين من سوريا، وذلك من أجل إخراج القوات الأمريكية بشكل كامل من هذه المنطقة ومن هذه الخارطة السورية، بل بالأحرى فتح الباب وفتح المجال لنظام بشار الأسد بدلا من أن يكون مسيطرا على هذه المنطقة هو والفصائل الإيرانية أن يذهب مباشرة وأن يحقق سيطرة على ما هو يأتي إلى شرق نهر الفرات ومناطق تواجد وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات وحدات حماية الشعب الكردية طبعا، وبالتالي السيطرة على سوريا بأكملها، وهذا يعني نفوذ أكبر لإيران ويعني ضغطا أكبر على إسرائيل. ولذلك العودة للاتفاقية النووية من جهة أخرى هي لا تعني طبعا وصول القنبلة النووية، لكن من جهة أخرى تعني بأن إيران تزداد نفوذا وقوة في مواجهة إسرائيل وكسبا للوقت بشكل أعلى بالنسبة لهم. ولذلك هذا قد يفسر لماذا نرى مثل هذه التدريبات المكثفة الإسرائيلية التي قد تعني بأننا أمام أحداث تخطط لها إسرائيل والولايات المتحدة بشكل عام.